أعربت مصر عن تطلعها لأن يسهم تنصيب بانداو رئيسا مؤقتا لمالي في تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وفي بيان للخارجية أعربت مصر كذلك عن ثقتها في قدرة كافة الأطراف المالية على استكمال مسيرة الانتقال الديمقراطي في البلاد والوصول بها إلى بر الأمانة، مؤكدة تضامنها الكامل مع تطلعات الشعب المالي نحو تحقيق الاستقرار والتنمية.